كانجا كانجا قومي كانجا، بتسمعيني؟ يلا قومي، ما تسوي حالك نايمة. مهراج ليكني وينو نيرجا؟ كان هون من شوي وطلع بسرعة لأنه مسافر اليوم، يمكن يكون لساته برا. إن شاء الله لحقه، بدي أبي موضوع مهم. خير خير إن شاء الله ما في شي. سيارة ما لهون، رح دقله على الموبايل. ايه مادفي، نيرجا قال لي مين هو يلي اخذ الوراق وسجل علامات بولكيت على المدرسه. ليش؟ اذا بتريد قل لي انت لمين عطيتهم. خير قليلي، شو القصه مادفي؟ ليش هيك كل هالتوتر؟ نيرجا اذا بتريد جاوبني على سؤالي. المفروض كان رقاف يروح، بس صهري قال لي انه هو عنده مشوار على هديك المنطقه، عطيته اياهم وقلت بياخذهم معه بطريقه. يعني صهرك هو يلي اخذهم؟ ايه مادفي، ما كنت بعرف وقتها انه السجل تبع بولكيت مزور، وقبل ما أقدر وقفه كان هو مقدم له الوراق والسجل. أنت ليش عم تسألي؟ طيب هلأ قلي شغلة، وقت كنت عم تحكي مع الأستاذ فيرما، صهرك شو كان عم بيعمل عندك؟ هو شو دخله لحتى يقعد معكم؟ صهري كان حابب يساعدني مادفي، لو بتشوفي كيف كان عم يحاول يقنع الأستاذ فيرما أنه أنا ما بعرف شي عن السجل المزور. ولو لا ما كان الأستاذ فيرما وافق يمنع الصحفيين أنه ينشروا هذا الخبر، عن جد خدمة كتير كبيرة، بس كان مقابل اني وافق اني استلم قضية المسؤول. صح انه انا الو وين رحتي؟ انتي ما قلتي لي ليش سؤالك؟ في شي مهم انا لازم اقلك يا عنه، بس ما لي عرفان شلون بلش. الو مادفي، ما سمعت شو كنتي عم تقولي؟ عمهلك شوي. الو عم تسمعني؟ الو كنت بدي اقلك تدير بالك من صهرك منيح. الو الو عم تسمعني؟ مادفي عم تسمعيني؟ مادفي الو الو، تغطيه راحت من عندي مادفي. الو نيرجا عم تسمعني؟ دريشتي امبارح حكيت لي حكي مو منيح ابدا عن صهرك، بديك تدير بالك منه لانه ما له منيح بالمره. الو مادفي خلص برجع بحكي معك بعدين. الو ماشي؟ ما عم بقدر اسمعك. الو نيرجا، صهرك عم يكذب لأنه مدير المدرسة قال إنه الوراق تبع بولكيت ما وصل عنده. يا ترى هو ليش عم بيعمل هيك؟ ليش لحتى يكذب ويقول إنه قدم الوراق؟ مالي مطمنة، خايفة يكون عم بيخطط. لما أبي خسر بشغله صار ينصب على العالم اللي حواليه، صار يتدين منه المصاري ويتهرب وما يرجع لهم ديونه. ماما ما كانت ما تتبكي، بس بسبب أبي وبسبب تصرفاته هاي ما قدرت تعيش أكثر. تعرفي ليش أبي إجا على بنراس؟ ليهرب من العالم يلي متدين منه. مين طلع هذا النصاب يلي عندك؟ عن شو عم تحكي انت وياه؟ صهرك طلعوه هلا، بدنا يا لهذا النصاب اللي اخذ مصارينا وضحك علينا. لا انا شفته نط من البلكون وهرب. ستي من اول ما اجى لعنا وهو عم بيحاول يأذي عائلتنا ويخرب بيناتنا، شو مصلحته؟ يا ماما يا ستي ويكو، تعب بسرعه مشان الله تعال شوفه كانجا مدري شو بقى. ماما ساقار خير؟ شو القصة حبيبي؟ ليتني جاي لعندك. شوفي ساقار ليش عم تعيط؟ إذا بتريد تعال شوف جانجا بدري شو صار له، يلا بسرعة. جانجا
خير؟ شو يا اولاد؟ شوفي جانجا يا جانجا 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 حبيبتي شو بهالمهم؟ امي معك جانجا جانجا شو متسطحه على الارض هيك؟ شوفي لولي عن جد غريبه، انا خبيتها تحت الحرام، كيف قدرت تطلع؟ امي الله يخليكي. شو؟ ماني حاسس بنبضة. كيف؟ جانجا مرت عمي عن جد قلبها ما عم بدها. شو عم تقولي؟ معقول هالحكي؟ جانجا ما تتنفس ابدا. جانجا يا رب يا رب شو بدك؟ جانجا اصحي. معقول كون زودت كمية الدواء اللي حطيته؟ معقول ماتت؟ بولكيت يلا احنا يلا احنا قرتي علي. طيب يلا حمي على مهلكم. عم قلكم شوي شوي عمي لكي شو عم يطلع من تمها؟ هي اكيد بتكون خبصت بالاكل. يا رب ساقر اهدى ما رح يصير لها شيء. جانجا جانجا حبيبتي شو بدنا نعمل؟ ماما جانجا غالبا متسممة. نحن لازم ناخذ عمي. يلا يلا خلينا يلا 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 حاضر حاضر. إذا راحت على المشفى أكيد رح يعرفوا إنه هي أخدة دواء، لازم ما خليهم ياخدوها وإلا هيك رح تنخرب الخطة. رح أمنعهم. جانجا انتبهي عليها. على مهلكم على مهلكم. يلا بسرعة لازم تاخدوها على المستشفى. إن شاء الله بس يا ربي جانجا. بولكيت انتبه على مهلك عليها. مرت عمي جانجا مرت عمي. إيه شوفي ديروا بالكم لا تاخدوها على المشفى. استنوا شوي استنوا لا تروحوا هلا فهمتوا. شوفي سهري استنوا شوي ما ضل في وقت لازم ناخدها على المشفى فورا. ما بيصير روقوا انتوا بس اسمعوني شوي خليكم مطرحكم. تعرفوا شو ممكن يصير اذا هالبنت صار لها شيء؟ رح تصير مشكله كتير كبيره مرت عمي لانهم اكيد رح يخبروا الشرطه واذا الشرطه سالونا مين هاي البنت شو بدنا نقول لهم؟ نيرو جابها من الشارع وسكنها عنده بالبيت بشكل غير قانوني. اه شو رح يقولوا وقتها؟ رح يفكروكم عم تخلوا هالبنت تساعدكم بشغل البيت ورح تصير سيرتكم على كل لسان والعالم رح تقول انكم ما عم تهتموا بالطفلة منيح وعم تخلوها تساعدكم. ووجود الطفلة ببيتكم بدون اي اوراق جريمة. يا مرت عمي حلوة بحق محامي كبير مثل ابن حماية تتوجع له هيك تهمة معقول؟ اذا ما اخذناها لهالبنت على المستشفى احتمال تموت بين ايدينا. معقول نتركها للبنت تموت بس مشان ننقذ حالنا؟ بولكيت يلا ما تفي صهري معه حق. بحال البنت ماتت لا سمح الله رح نوقع بمشكلة كبيرة وما حدا رح يصدق انكم جبتوها من الشارع وسكنتوها معكم بهالبيت بس لانكم شفقتوا عليها. إيه؟ مرت عمي هالحكي مو وقته هلا البنت رح تموت. بنرجع بنحكي بهالقصص بعدين. كلياتنا حابين ننقذها لجانجا بس ما فيني خليكي تاخديها على المستشفى. بولكيت روح احكي مع الدكتور تبعنا هذا بيكون دكتور العيلة وهيك اذا بيصير لها شيء ما حدا رح يعرف بالقصة هي. شو ما سمعت شو قلت؟ روح احكي مع الدكتور يلا روح خدها بسرعة. ايه بولكيت يلا على السريع. يلا بولكيت يلا بسرعة روحي بمي سخنة بسرعة لأنه المي السخنة بتخليها تستفرغ وتطلع كل السم اللي بجسمها. يلا على السريع قبل ما يجي الدكتور يلا. شو هادي اللي عم تحكي انت؟ روح يلا روح. ولك انت وين كان مخك بس فهمني؟ لك يا زلمة اللي في حدا عاقل بيعطي هيك كمية من هاد الدواء لبنت صغيرة؟ الكمية الزايدة ممكن تموتها. انا شو بعرفني انه هيك رح يصير يا سيد فيرما؟ كنت مفكر اذا زودت لها الكمية رح تنام زيادة بس طلعت حساسة. انا شو ذنبي يا استاذ؟ قل لي طيب شو؟ انت مفكر لي حالك ذكي كتير وبتعرف تفكر. اتحمل لك. تعرف شو رح يصير فيك اذا هالبنت ماتت؟ رح ينخرب بيتك. نحن بجريمة مو مخلصين. شلون اذا صاروا جريمتين؟ لنشوف اذا رح يرجع الحظ يحالفك مرة تانية. ان شاء الله ما رح يصير له شيء. هلا بعد شوي بيجي الدكتور وبيطمنا. الله يخليك. قولي لي شو اللي عم بيصير معها؟ مزبوط مثل ما عم بيقول بولكيت انه جانجا تسممت؟ شو قلت لي لحتى صار معها هيك؟ تريشتي انا كثير خايف خايف تموت قبل ما اعتذر منها. قولي لي انه هي ما رح تموت. شيل من راسك هالافكار ما رح يصير له شيء. اذا جانجا بيصير له شيء ما رح سامحها. لا يا ساقر هذا الحكي ما بقى بدي اسمعه منك. جانجا ما رح يصير له شيء ورح تتحسن. اذا بدنا اياها تطيب لازم ندعي لها ليل نهار. لا تبكي وادعي لها انه تشفى. شو هالغلطه الكبيره اللي عملتها؟ اذا هالبنت بيصير لها شيء ما رح اقدر سامح حالي ابدا. يا ترى اذا ابن حماي عرف اني ورا هالقصه شو رح يكون موقفه؟ لازم ما اخلي حدا يشك فيني ابدا. اللي قالته دريشتي صح
نحن لازم ندعي لله يشفيها، وان شاء الله رح ترجع مثل الاول. دموعك ما عاد بدي اشوفهم ابدا، لانه مو حلوه بحق شب قبضاي تنزل دموعه لاي سبب. جانجا هلا محتاجتنا، لهيك لازم نوقف جنبها وندعي لها. هذا اكثر شيء بيطلع بايدنا، نحن ما بنقدر نعمل اكثر من هيك. انا كثير متفائل، متاكد رح تتحسن صحتها. الشيء اللي منتفائل فيه دائما بيصير، مشان هيك لازم دائما نتوقع الشغلات الحلوه اللي رح تصير. عرفت ليش عم اقول لك خليك متفائل؟ مرت عمي، الدكتور لسه ما اجى لهلا، وجانجا حالتها سيئه، اذا ضلينا عم نتفرج رح تروح من بين ايدينا. بترجاكي خلينا ناخذها على المشفى. انا كمان خايفه كثير عليها، بس اذا خليتها تروح على المشفى رح تسبب مشاكل كثيره لنيرو، مشان هيك لا تخلي خوفك عليها يعمي على قلبك. هلا بيجي الدكتور لعنا وبيطمنا. انسي فكره المشفى. ها ليكو اجى الدكتور. اجى دكتور. تفضل دكتور. الله يخليك، تعال شوف شو صار له البنت فادي الواي من الصبح وهي على هالحاله. شوفها. طولي بالك. بسرعه ساعدها دكتور. معك شي دكتور؟ إن شاء الله ما في خطورة عليها. بوس إيدك احكي شي. أنا آسف بس نبضة كتير خفيف. شو يعني؟ دكتور شو يعني نبضة خفيف؟ الله يخليك، رجع أتأكد. رجع فحصها مرة تانية دكتور وتأكد، أكيد في غلط. أنا متأكد، صرت فحصها أكثر من مرة، للأسف البنت نفسها ضعيف. يعني شو لازم نعمل دكتور؟ الله يخليك، إلا شو نساوي؟ دقيقة بس. شو عم تعمل دكتور؟ كرمال الله فهمني. مدام طولي بالك شوي. دكتور بوس ايدك، لا تستسلم، ارجع حاول مرة تانية، كرمال الله ساوي اي شيء. صدقيني انا ما بيطلع بايدي اكثر من هيك، لازم تاخذوها على المشفى. دكتور اذا سمحت بلا المشفى، حاول عالجها هون. الشيء اللي بدك تعمله بالمشفى حاول اعمله هون. خلص انا بجيب لك اللي بدك اياه لعندك لهون. ما بدي اسكتي، اعمل لك اسكتي خلص، ما بدي اسمع ولا كلمه. انا الكبيره واللي بحكيه هو اللي بده يصير، عم تفهمي؟ دكتور اذا سمحت، اذا في شيء بدك تسوي سوي، دبر حالك. اذا بدك الدكتور شيء جيبوا له اياه. جانجا حبيبتي عم تسمعيني؟ جانجا ماما انا هلا عم ماما قولي لي كيف صارت جانجا هلا؟ ماما انا وعمو قررنا نضل ندعي لها لجانجا طول الليل، عملت لها الاجراءات وان شاء الله بكره الصبح رح تكون منيحه، بس ناقصني شويه مستلزمات. دكتور لو سمحت طمني انه جانجا رح تتحسن بكره، لانه انا لازم اعتذر منها. دكتور حاول تعالجها. ساجار انت شو عم تحكي ابني؟ ان شاء الله جانجا ما رح يصير لها شيء. يلا روح، ما كان بدك تقعد تدعي لها طول الليل، يلا على السريع روح. يلا طيب ماشي بالانتظار. دكتور إذا بتريد لازم ننقذها، حرام هي لساتها صغيرة، ما ذنبها أبدا. جانجا ما لازم تموت، عمل شي الله يخليك. أنا رح أعمل اللي علي. أنت هلأ أفركي لإيديها وإجريها، هذا الشي ممكن يساعدها لترتفع حرارة جسمها. إيه دكتور؟ دكتور اطلع. عملت لها الإسعافات الأولية. دكتور تعال شوف جسمها عم يبرد كله. طيب بسرعة تعال شوفها، تعال بسرعة. شوفي اللي انا عملت يلي بقدر عليه، اكثر من هيك ما بيطلع بايدي. اذا بدكم تنقذوها للبنت خدوها على المشفى. هذا الشيء مستحيل. مرت عمي يلي بدك تعمله بالمشفى حاول تعمله هون، اذا بتريد تفهمني على المشفى ما في روح. ايه دكتور هلا نفسها كثير خفيف وما عم بعرف شو بدي اسوي. ليك مهراج اسمع شو بدي اقول لك، من هون لحتى تفيق جانجا ممنوع أي حدا يقاطعنا ولا لأي سبب. رح نضل طول الليل ندعي لها لحتى ترجع مثل الأول وأحسن. ماشي
ليك صهري، ما عاد في فايدة. الدكتور قال في احتمال ضعيف يمشي حاله بدون مشفى. يلا عمو، ما بدنا نبلش ندعي لها؟ ما ضل معنا وقت، لازم نبلش لأنه هي بحاجتنا. يلا رح نبلش، بس ثاني. أنا وعدته لساجار نضل طول الليل أنا وياه عم ندعي لها لجانجا، وهو كتير متأمل. رح ندعي لها لجانجا لتتحسن، لهيك لازم نروح أدعي معه. إيه صهري معك حق، تفضل. شو هالغلطة الكبيرة اللي عملتها؟ أنا ما كنت ناوي أقتلها. إذا صلى شي لهالبنت رح يضل ضميري يأنبني لآخر يوم بعمري. يا ريت تمضى هالقصة على خير بدون ما حدا يعرف. تفضل دكتور. البنت عم تحرك ايدها. تعالي بسرعة ستنا، جانجا عم تتحرك. أنا شفتها عم تحرك ايدها. سمعت ساجار؟ جانجا بلشت تصحى، فيك تتطمر رح تصير منيح. عمو وضعها تحسن بعد هذا. الصغيرة فائت يا جماعة. سمعتوه؟ جانجا الحمد لله جانجا فائت، هي بفضل دعواتكم. ساجار حبيبي، جانجا فائت، جانجا رح تكون منيحة حبيبي. شفتي يا مرت عمي؟ شفتي لما الواحد بيدعي من قلبه شو بيصير؟ هالبنت اليوم انكتب لها عمر جديد. أنا قلت له لساجار إنها رح تتحسن، شفتي قديش محظوظين؟ الحمد لله. يلا بنتي قومي على مهلك. الحمد لله على سلامتك. اسمعوني، بما انها صحيت شربوه عصير ليمون، رح تتحسن كتير بعد ما تشربه، وخصوصي انه هلا هي كتير تعبانه ومحتاجه لطاقه. ماشي. مهري؟ حاضر. تعرفي جانجا، كنا مفكرين انك متي. ساجار ماما مو وقته هالحكي. عمو بتتذكري اذا في حدا عطاكي شي تاكليه او تشربي؟ معقول جانجا تحكي لهم اني حطيت لها شي بقاسه المي؟ شو يا بنتي، قليلي لشوف. تذكرتي مين طعماكي او شربك قبل ما تغمي؟ شو هذا اللي عم تحطه؟ هدول ولا شي، هدول مكعبات سكر طيبه. شوفي. Thank you.
سهرة لستي حط لي طابات سكر بكاسة المي وعطاني اياها مشان اشربه. وبعد ما شربت الكاسة ما عاد عرفت شو يلي صار. هذا الشيء الوحيد يلي متذكرته. ايه انا اللي اعطيتها المي، كانت راجعة من برا عطشانة ومن الشوب وشها احمر، وطلبت لها مي لتشرب. تتذكر مهراج وقت طلبت منك تجيب لي كاسة مي؟ قل لهم مو انت اللي جبت لي اياها؟ بلا سمعتوا؟ وحطيت لها بالكاسة مكعبات سكر لانه شفتها كتير تعبانة. السكر بيعطيها طاقة، ما بتوقع انه السكر ممكن يساوي معك شي. لانك ما كنت حاطت بس طابات سكر، اكيد كنت حاطت شي تاني معهم. معلش تاخدوني على غرفته لحتى خليكن تشوفوا بعيونكن. لازم تشوفوا يلي حط لي اياه بالمي. هديك هي الكاسة اللي عطاني اياها ويلي ما بعرف شو حط اللي فيها. شفتي بعينك؟ البنت مو عملت لي شي لحتى اعمل معها الفصول، حطيت لها سكر بس. بولكيت مسك جانجا شوي. هذا الدواء شوفي، هذا الدواء مرت عمي، إذا حدا أخذ كمية كبيرة ممكن يموت. أنا ما حطيت إلا غير السكر، ما بعرف إذا هي حاطة شيء. شو مرت عمي؟ مالك مصدق اني مو حاطط لها شيء؟ ليش ما تكون هي اللي خلطت الدواء بالمي وعم تتهمني؟ بعدين انت اللي قلتي لي انك بدك تخلطي المي، شو؟ مزبوط كلامي ولا لا؟ يلا احكي خليهم يعرفوا الحقيقه، هي اللي قالت لي مرت عمي، قمت انا اعطيتها الكاسه مشان تخلطهم، وكنت حاطط فيها بس مكعبات سكر، احتمال كبير تكون حطت الدواء بالكاسه بدون ما انتبه لها، يمكن كانت مفكرتهم سكر، لان اكيد ما رح تعرف تقرا شو المكتوب على العلبه، مزبوط عمو؟ بس أنا ما حطيت شي أبداً بكاسة المي. صرت بس حركة للكاسة بعد ما عمو عطاني إياها، وبعدين دغري شربتها. هيك متذكرة. سمعت إهانات بما فيه الكفاية من هالبنت الصغيرة. مرت عمي طول الليل امبارح ما نمت وأنا عم بدعي لها،
وهلا بكل وقاحة جاي عم تتهمني اني حطيت لها هذا الدواء بكاسة المي؟ معقول هذا الحكي؟ بعدين ما في شي بيني وبين هالبنت، ليش لأذيها؟ طيب يا مرت عمي، معقول يطاوعني قلبي اني اقتل بنت صغيرة؟ شو رح استفاد اذا قتلتها؟ ولك هي ما لازم؟ الظاهر انه وجودي بيناتكم مو مرغوب فيه، ما عاد اقدر اتحمل اهانات اكتر من هيك من هالبنت الصغيرة. مرت عمي انا صار لازم اروح. طول بالك شوي سعيد. انا اسف، يلا امشي خلينا نروح. لا ما رح خليك تروح، طول بالك. مرت عمي صدقيني مالي متضايق منك، بس ما عاد فيني اتحمل الاهانات يلي عم اتعرض لها هون، لهيك سامحيني ما عاد قدران ضل. بكفي يلا نروح، ذكريني نخبر اهل العريس انه العرس صار ببيتنا. ما بتوقع رح يكون عندهم مشكله اذا عملنا العرس هنيك، واذا كان عندهم مشكله فبلا من الاساس. يلا امشي، ما بدي مرت عمي. لو سمحتي تعالي لهون بسرعه. ليش واقفه عندك؟ عم اقول لك تعالي لهون بسرعه واعتذري منه. صهري من بعد اذنك لا تطلع، لا تطلع من البيت، عم اترجاك صهري بترجاك. مرت عمي ببوس ايدك، لا عاد تترجيني ابدا. انت بتعرفي قديش غالي علي، وانا بعتبرك مثل امي، بس بهالبيت ما عاد الي قعده. امشي قدامي يلا صهري. امشي بترجاك لا تروح صهري. ما ادفي لك ليش كله منك، ما بيجي من وراك غير البلاوي والمصايب. نحن شو عاملين لك لحتى تساوي فينا هيك؟ ليش مصرة تهدي هالبيت فوق روسنا؟ ليش؟ صهري صهري بترجاك لا تروح، اسمعني شوي. ساقر أنا عم أحكي الحقيقة، أنت مصدقني مو هيك؟ أنا شو بتعرفني؟ إذا كنتي عم تحكي الحقيقة ولا لا؟ كنت خايف تموتي قبل ما اعتذر منك، ومشان هيك ضلينا انا وعمو عم ندعي لك انه ما يصير لك شيء. بس شو ساويتي؟ اتهمتي لعمو انه هو بده يقتلك. اكيد عمو معه حق، انتي اللي بتكوني حطيتي هداك الدواء لانه مستحيل يأذيكي. بس لو بتشوفي قديش كان خايف عليكي، ضل سهران الليل ليدعي لك بس مشان يطيبي. بعدين لو كان عن جد ناوي يقتلك ما كان قاعد يدعي لك، وليش ليقتلك اصلا؟ انا رح اقول لك شو الحقيقه. الحقيقه انك انت ما بتحبي لعمه، مع انه هو ما بيكرهك، بالعكس كثير بيحبك. وبسببك عمه امكار حس بالاهانه وقرر يترك البيت. انت بنت مو منيحه غانغا، مو منيحه ابدا. ساقر ساقر استنى شوي، لا تروح، بدي احكي معك. لوين تاركني ورايح؟ مانك سامعني عم نادي؟ ما بدي اسمع منك شي. مو على كيفك القصة، بدي اعرف ليش عم تحكي معي بهالطريقة. لانك مو منيحة، وهي الطريقة اللي بحكي فيها مع العالم اللي بزعجوني. عن جد كنت بفكرة كتير منيحة، بس للأسف كانجا انت شخص مو منيح ابدا. بتمنى منك انه ما عاد تحاكيني نهائيا. هلا انا مو منيحه؟ رح يجي اليوم يلي رح تعرف فيه اني مو هيك. صدقني حيجي هاليوم ساقر، ووقتها رح تندم كتير لانك كنت عم تقول عني ماني منيحه، ورح تعرف انك كنت عم تظلمني بحكيك. انا بحياتي ما كذبت على حدا، صدقني كنت عم احكي لك الحقيقه. ما أنك مصدقني مو هيك؟ إيه على راحتك، أصلاً الحق كله علي لأني كنت معتبرتك رفيقي الوحيد. نسيت وقت خليتك تفوز بالطيارات؟ ونسيت كم مرة أنقصتك وأكلت بهدل عنك؟ وآخر شي طلعت بنظرك ماني منيحة. صدقني ساقر أنت عم تغلط، عن جد أنك تغيرت كتير لدرجة أني ما عاد عرفتك.
متأكدة إنك راح تعتذر مني، وأنا متأكدة من هالشي. تذكر كلامي. صهري صار لي ساعة عم اعتذر منك واترجاك، معقول لهالدرجة ما لي خاطر عندك؟ مو معقول مشان بنت صغيرة تزعل وتروح مثل الأولاد الصغار؟ دريشتي احكي لك شي كلمة مع أبوكي. مرت عمي خلاص بكفي، ليش مصرة تحرجيني؟ مالي متضايق منك بس ما عاد فيني اتحمل إهانات أكتر من هيك. هذا كله بسبب جانجا، طلبي منه السماح. إذا بتريد لا تمشي صهري، بكرة خطبة دريشتي لا تنسى. إذا رحتوا من عنا اليوم شو بدهم يقولوا أهل العريس؟ وشو مشان كرامتي اللي عم تنهان كل يوم بهالبيت؟ مالي قدران أتحمل إهانات البنت أكتر من هيك، خلص بدي روح. بس هالمرة عمو الله يخليك ما تروح. الله يخليك، كلنا بنعرف إنه جانجا كانت عم تكذب وإنك ما حطيت له شيء. لا تعطيها أهمية، كلياتنا بنعرف إنك شخص كثير منيح. بس جانجا بنت ما بتفهم. إذا بتريد عمو لا تروح كرمالي. خلص حبيبي لا تبكي، طول بالك. خلص لا عاد تبكي، طمن ما رح اروح. عمو شو صار؟ خير صهري؟ شبك باينتك تعبان صهري، فيك شي؟ ايه والله تعبان مرت عمي. سلامة قلبك يا صهري. طبعا بدك تكون تعبان، ما انت طول الليل لا اكلت ولا شربت. شو لساتكن عم تعملوا هون؟ يلا روحوا على السريع جيبوا له عصير طبيعي وحضروا له الفطور. هلا بعد ما تفطر اكيد ان شاء الله رح تتحسن عن جد. شكرا لحفيدي ساجار يلي لولاه ما كان قبل صهري غير رايه ويضل معنا هون. خلص حبيبي لا عاد تبكي، عمك ما رح يجي من قلبه يتركنا ويروح، مو هيك صهري؟ يلا حبيبي روح افطار مع عمك، يلا روحوا نحن لاحقينكم. تفضل عمك. روحي اعملي له شي ياكله. جانجا تركي كل شي من ايدك، بدي اياكي عادي هون لشوف، واشربي كاسة الزنجبيل. انا رح افرش لك لتنامي. لا انا رح رتبه. لا لا حبيبتي انتي عادي واشربي الزنجبيل. شكرا كتير طيب، ذكرتيني ببابا، كان عطول يعمل لي زنجبيل وقت كنت امرض، وكان يقول لي اني رح اتحسن كتير بعد ما اشرب الزنجبيل. اول شي ما كنت حبه وكان بابا يتعذب معي لحتى اشرب، بس بعدين حبيته. كيف صرتي هلا؟ احسن بكتير. يلا تحي. شكرا كتير خالتي. يلا ارتاحي هون. انا كتير تعبانه، بقدر نام شوي؟ لك إذا احتجتي شي خبريني. جانجا بنتي، في سؤال بدي أسألك يا قبل ما تنامي، وبدي ياكي تتذكري منيح. السكر والدواء انتي اللي خلطيهم مع المي؟ شو هذا اللي عم تحطه؟ هدول ولا شي، هدول مكعبات سكر طيبة. شوفي هاتون أنا بحركهم. إيه ليش لا؟ حركيهم ولو. إيه صحيح أنا ما قربت على الدواء، بس صار لستي حط لي إياهم على أساس حاطت لي بالماء سكر مشان الطاقة. صدقيني أنا ما عملت شي، بس أخذت الكاسة وحركتها، هي الحقيقة. لحد هلا وأنا غاضت نظر عنك وعم بنسى وسامحك كمان، بس من اليوم وطالع إذا بتتصرفي معي تصرف مثل هاد وقتها رح ورجيكي شلون رح أقدر خرسك، ورح ندمك على الساعة اللي إجيتي فيها على هذا البيت. خالتي هديك المرة كان صهر لستي عم يقلي إذا بتتدخلي بأمور شغلي مرة تانية وقتها ما بتلومي إلا حالك. خالتي ليش كان عم يقلي هالحكي؟ شو كان قاصد؟ معقول يكون خلط لي الدواء مع السكر ليقتلني؟ أكيد لا، ليش لحتى يقتلك يعني؟ بعدين كل شخص بهالدنيا ممكن يغلط. يلا حبيبتي هلأ صار لازم تنامي لأنك تعبانة. منيح اللي جانجا اقتنعت مني،
بس يا ترى شو هي الحقيقة؟ معقول يكون هو اللي حط الله الدواء؟ طيب ليش لحتى يعمل هيك؟ أنا لازم خبر نيرجا بسرعة بالشي اللي صار. ميري روحي شوفي لي موبايلي إذا بالغرفة جيبي لي. طيب مدام، وهالتياب خليني أغسلهم وبعدين بجيب لك. بعدين ترجع بتغسليهم، في مكالمة ضرورية لازم أحكيها. يلا بسرعة جيبي لي. حاضر. شو هذا يا صهري؟ ليش ما عم تاكل منيح؟ ما بيكفي انك ضليت طول الليل سهران وما اكلت شيء؟ مشان صحتك لازم تاكل. نسيت انك رح تزوج بنتك بعد فتره؟ بكره اذا تعبت صهري يلا قلي مين بده يقوم بالواجب. طمني مرت عمي انا منيح. ليكو اجا مهرج. شو هذا اللي جايبه؟ انا طلبت منه لمهرج يجيب لك الحلو اللي بتحبه صهري. مرت عمي انت لامتى رح تضلي تعامليني مثل الصغار؟ هات ناولني، مرت عمي غالي علي وما فيني خجلها، لهيك رح اكل. الله يرضى عليك صهري. صهري ما بدك عزيمه، كل قد ما فيك. فيني اعرف شو عم تساوي هون؟ ما قلت لك تجي تساعديني بتحضير الفطور؟ يلا الحقيني على المطبخ. مهرج ماني فاضية هلأ، عم دور على موبايل المدام، قالت لي تركي كل شي من إيدك وشوفي لي إياه وينه، لأنه في مكالمة ضرورية بدها تحكيها مع الأستاذ نيرو، عرفت؟ طيب، روحي دوري، وبعد ما تخلصي الحقيني. إيه ماشي. خلط كل بهارات مهرج، يلا. عمي معلش مي؟ ايه طبعا اعطيني الكاسه لقلك. معك حق تشرب مي كتير لانه هالاكله بتعطش. تفضل هي كاسه المي. تعالي لهون لشوف، صار لك ساعه عم تفتلي حوالينا، على شو عم تدوري؟ ها؟ مانك شايفه صهري عم يفطر؟ يلا طلعي. عن إذنك صهري، صار لازم أخذ الدواء تبعي دقيقة وراجعت لك. وإنت صهري كول منيح، ما بدك عزيمة ماشي؟ ماشي ولا يهمك. مهرج شو صار معك؟ ما خلصت خلط البهارات؟ ما لازم خلي مادفي تحكي مع نيرو لو شو ما صار. أول شيء أكيد رح تحاكي من موبايلها، لهيك لازم خبي الموبايل بمكان ما تقدر تلاقيه، وهيك ما رح تقدر تحكي ابدا. وللاحتياط رح غير رقم واحد برقم موبايله، وقد ما دقت له رح يطلع غلط. وبلكي دقت له من تليفون البيت، لازم لاقي شي طريقة لأقطع الخط. ورجيني هلأ يا مادفي كيف رح تقدري تحاكي جوزك. نيرو لازم ما يعرف باللي صار مع جانجا، لأنه إذا عرف أكيد رح يترك شغله ويجي، وأكيد جانجا رح تحكي أني كذبت وما رحت على المدرسة وأخذت سجل ابنه، ما رح خليها توصل له. أنا صار لازم خلص كل شغلي قبل ما يرجع ابن حماي لهون. بتوقع أنه صار الوقت لننتقل للخطوة الثانية، وأكيد وقتها رح يصير كل شيء مثل ما خططت له تماماً. مهري وين الموبايل ما جبتي لي؟ ما لقيته، دورت عليه كتير. يعني وين بده يكون اختفى؟ أنا آسفة ما انتبهت. ولا يهمك. خير مادفي شو القصة؟ مبين عليكي متضايقة. لا مو متضايقة،
بس مهري صار لساعة عم تدور على موبايلي وما عم تلاقي. بسيطة. مادفي، ليكم موبايلك، تعالي خدي. شبك معقول كان جنبك وما قدرتي تلاقيه؟ هي عم تستناكي لتجيبي لها الموبايل مشان تحكي مع ابن حماية، وانت قاعده عم تغسلي ولا على بالك؟ هون كان جنبك بين الثياب، منيح اللي ما غسلتيه مع الغسيل. ما خليت مكان بالبيت ما دورت فيه، حتى بهدول. خلص ما عاد بدي اسمع شيء، فهمتي؟ تفضلي احكي مع ابن حماية. شكرا. مادفي، حكيتي مع نيروشي؟ يلا مرت عمي لكني عم دق له. ما بعرف ليش ما عم بيعلق الخط، رح دق له من تليفون البيت. مرت عمي؟ ها؟ كأنه الخط مقطوع، شو القصة؟ ايه شاطرين ياخدوا منا فواتير بآخر الشهر وهو كل شوي بينقطع. طيب مرت عمي هلأ كيف بدنا نحكي مع ابن حماي؟ هلأ مو ابنك بولكيت معه موبايل؟ ليش ما بتحكي منه؟ مرت عمي؟ بولكيت راح لعند رفقاته وما بعرف امتى بيرجع. هلأ بيرجع ما بيطول. مهراز! نعم ستنا. تعال هون، بتروح على شركة الاتصالات وبتقلن انه خطنا مقطوع، خليهم يبعتولنا حدا يصلحه. للأسف ما رح نستفيد شي لأنه موظفين الاتصالات مو مداومين. الموظفين بس شاطرين ما يداوموا، وما بعرف هلأ شو ممكن نعمل. صحي روح شوف لي اللمبة بغرفتي شو قصتها ما عم تشتغل. مهري تعالي لعندي. من حسن حظي اليوم مشيت الأمور لصالحي ومادفي ما رح تقدر تحكي معه. عن جد كنت محظوظ، بس مو كل مرة الحظ رح يحالفني، لازم انتبه أكتر.